السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم رحمة. كالعادة جيت وجبت معي وصفة جديدة اليوم لهنا عندي باش نوريكم كيفاش نطيبوا الحم الخروف ولا الحم العلوش ولا الظني، كل واحد كيفاش يسميه بالكليل. معناتها نطيبوا لهنا من غير لا طماطم لا فلفل، معناتها حتى شيء، باش نعملوا كيما المصلي، أما هو مش مصلي. معناتها عندي لهنا هذه اللحم الخروف هكايا خذيته باش نفوحو، انا باش نفوحو لهنا عندي كركم، شويه فلفل احمر للون، فلفل اكحل، ملح، ولهنا الكليل هذه هكا الكليل اخضر، انا باش نستعمل كليل اخضر، اللي مش متوفر عنده ينجم يعمل كليل شايح، وزيت زيتون وماء. نبداو بسم الله. انا لهنا باش نعملو في الكوكوت باش نفو هذيك اللفاحات هكا نخلطهم الكل، باش نزيد عليهم زيت هكا شويه زيت مش برشا على خاطر كيما تشوفوا اللحم العلوش فيه زيت هكا. ندخل هذيك اللفاحات الكل في اللحم نتاعنا. انا باش نسكر عليه في الكوكوت باش نطيبه في الكوكوت، معناتها باش يخرج الماء نتاعو، مانيش باش نعملو برشا ماء، معناتها شويه شويه هكا هاني يطيب اللحم نتاعنا حتى يقف على الزيتون. باش ناخذ الكوكوت نتاعي ولا طنجره الضغط كل واحد كيفاش يسميها، باش نحط فيها هذيك اللحم نتاعنا بعد ما خليته في الفرن، باش نهبط هذيك الكليل هكا كيما تشوفوا هكا الكليل نتاعنا لهنا هكا. عندي لهنا ما دافي باش نضيف شويه، باش نزل ليه هذيك الفرن نحرك هذيك هذا هكا اللحم نتاعي في الكوكوت فوق منو هذاك الكليل، باش نضيف شويه طويكه الماء ما يكون دافي هكا حتى لني نغم اللحم نتاعي هكا الماء حتى لني يتغم اللحم كيما تشوفوا هكا. نسكر عليه الكوكوت ونخليه يطيب. اذا هكا اللحم نتاعنا بعد ما طاب في الكوكوت هكا مازال كيما زلت كتفيت عليه، نرجعو في صحن التقديم. تو هذه هكا اللحم نتاعنا وتحضر، انا عملت كاضافه 6 معالق بطاطا مقليه وعملت لهنا روز اصفر كما تشوفوا هكا. هذا هكا اللحم نتاعنا شوفوا كيفاش نمدكم ولا نشاهيكم. لهنا كاضافه انا زدت معها سلطه كما تشوفوها هكا، هذه مقشقشه معناتها سنيريا، فقوس، بسبيس، كروم، فجل وخس، وفوحتها بشويه زيت وشويه ملح وشويه فلفل اكحل شويه قارص. هذه كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. لهنا كما تشوفوا انا حبيت نوريكم اللحم هذا كيفاش طاب هكا، طاب هو زبده هكا على الاخر، شوفوا لهنا نودكم ولا نشاهيكم. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. في وصفه اخرى وبالسلامه.